بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلى على الحبيب قلبك يتشبع، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي، صلينا على النبي. يلا نبدأ فيديو النهاردة بقى. طبعا النهاردة بقى الروتين طبعا هيكون سريع جدا، مش هعوق عليكم زي كل مرة، لأن طبعا انتوا عارفين ان الجو عيد، وطبعا المشاهدات والتفاعل قليل جدا، ولكم عذركم صراحة. طبعا ترويق شقق، تنفيض سجاد، غسيل مواعين، فرش، طبعا امتحانات الثانويه برضو، يعني لكم عذركم. اول هام كل سنه وانتم طيبين، ويا رب بعود علينا الايام، علينا وعليكم بخير ان شاء الله. طبعا بص انا حطيت لهم شويه اكل كانوا فيدي كده يصبروا بيهم، واخش الاول نشوف الكتاكيت بتاعتنا. بص على قد ما اقدر مش هطول معاكم الفيديو، فاعذرونا بقى. بسم الله بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله، عاملين ايه؟ احلى مسا الناس الكويسه. ايه الحلويات دي؟ هو بقى اما اشوف بقى الحلويات بتاعتنا بقى. بسم الله بسم الله بسم الله، الحمد لله الحمد لله. بصوا كنت هزعل لو لقيت فيكم حاجه، اهو شايفين ما شاء الله المكان كويس جدا عليهم. وكمان كنت فكرت ان انا اجيب كراتين، كان عندي كرتونه كبيره كنت هسد بقى، قلت لا، فكره القفص دي ان هو مفتح زي ما انتم شايفين، وهيجيب لهم هوا كمان من الباب، يعني الجو مش هيبقى كتمه قوي. شايفين ما شاء الله، انا من ساعه ما طلعت امبارح قدامكم يا دوبك لسه شايفاهم قدامكم اهو تاني ما شاء الله. انت رايح فين؟ ما تبقاش متطفل كده وضيف غريب. يلا اطلعوا تهووا شويه بقى كده، ايه على ما نشوف الباقي. تعالوا بقى نشوف البطايا والذكر حطيناهم من امبارح. بسم الله مكانه ماما، بس نحب نطمن كده على الحاجة. انا مش برضو هقفل عشان ايه، امبارح الذكر ما كانش عايز. شوف المفاتيح بتاعتي فين، نسيها من امبارح هنا، وقلب الدنيا عليها من امبارح، وعمال اشتم وهزق في العيال، انتوا اللي بتضيعوها، انتوا اللي بتضيعوا لي المفاتيح. يلا حطها هنا برضه عشان انساها النهارده. بس ان احنا النهارده بصوا ما جبناش ولا بيضه، تعالوا نخش نشوف في بيض كده ولا ما فيش. عاد افتح بس الباب ده كده، مش عايزين. بصوا السطح ولا كني كنست امبارح ولا كني عملت حاجه. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله بسم الله اللهم بارك. دول رزق واحدة طلبت مني، أنا اللي بجيبه لنفسي والله. واحدة سمعت الفيديو وقالت إن الكسر بتاع الديك بتاعنا بقى تمام، لقيتها بترن عليها في نفس اليوم، قلت لها انا لسه مخلصه الفيديو بتاعك، قلت والله ما تحرمش منك، وحطيت لك اللايك، قلت لها يا سلام والله ما تحرم منك يا احلى واغلى اخت يعني عزيزه. قالت لي المهم بقى اطلب منك، قلت لها اطلبي اوامر. قالت ادام بقى الكسر بتاع الديك بتاعك تمام وكويس، انا عايزه البطايه عندي رقدت النهارده وحوشي لنا بيض. ويا ست انا لو عايزه تاخدي بيض من عندي، انا ما عنديش ديك، لو عايزه تاخدي بيض من عندي خدي. قلت لها يا ست لا بصي انا هقدم لك ايه بني، يلا زيكة هنروح انا والعيال، يلا زيكة هقدم لكم، مش عايزة اعوضهم حاجة فرزقها. انتوا واقفين باصين لبعض هتتخانقوا ولا ايه؟ احطهم هنا عشان اتعلمت من الغراب احطهم بره، يوم الغراب شديد ومجاري. بسم الله القطايط الامامير عاملين ايه؟ افتح الفلاش بس عشان العشة دي عفنة. عاملين ايه يا قوتي يغدي يختي على الحلاوة يا اختي؟ تعال رايحين فين انتوا؟ كم واحد بقى يختي؟ فين الباقي؟ ماشي. طب تعال اخش ما تطلعش تحزة. اجري اجري جوه. طيب اجري جوه، طمنا عليهم. بس نحب نطقص ونطمن على الحاجه كده، مين زي مين زي كده يحب يخش يطقص ويطمن على الحاجه. وبعدين لا بصوا في واحد، بصوا مش بقول لهم انتوا كام، حاسه ان هم قليلين، في واحد ناقص اهو. بصوا رايح فين؟ اطلع اطلع للقط، اطلع للقط. انت رايح فين؟ انت رايح فين؟
مش عيب. يلا طمنا على دول. بصوا الاكياس والسطح والله ولا اكني كنس دول ان انا لسه مفضيهم بتوع الاكل دول، ولكن روقت امبارح هاخده كنس على السخان كده على طول. بسم الله ما شاء الله. افراق افراق يلا افراق، تاكلوا على الله بقى مستنيين عزوم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا المسكوفي دوت، انا في كلتا الحالتين لو طلعت نتاية هفرح، طلعت ذكر هفرح. يعني هو المسكوفي انا جايباه يعني لو النتاية البيض بتاعها برضو بتاع بلدي ذكر بلدي يكسرها برضو البيض بتاعها، هي مش هترقد هتحط تحت انت بطاية توديه فقاسة. ولو ذكر هينفعنا بقى، هنبيع الذكر اللي عندنا دوت، يا اما نبيعه نذبحه يا نبيعه ونخلي ده بس لما يكبر ويبدأ يكسر. بص انا دلوقتي هفصل معاكم، هلم الميه اللي على السطح كله بتاع كل العشش، هشطف البلاستيكات وهملهم ميه ساقعه كده، هملى الكل للصغنانين وللبط وللبط التاني الكبير وللارانب والكل هملى الكل، وارجع لكم ان شاء الله اكمل معاكم الفيديو عشان ما اطولش عليكم. بصوا حبايب قلبي بعد ما خلصت كله انا خدت السطح، بصوا كنسه خفيفه كده جدا من على الوش. بصوا هم لميت دول، هم لميت دول كنست كله تاني، لان الفيديو ده برضو كنت بصوره لكم يوم الوقفه خلاص المغرب على اذان. كل سنه وانتم طيبين عشان الصيام بقى، كل صيام النهارده ليله الوقفه خلاص المغرب هتاذن اهي، فعشان الحق بقى ان انا انزل على طول فمرضتش اوريكم وانا بحط الاكل وكده. انا طبعا خلصت مليت الميه الكل وكنست كله وحطيت لهم الميه والاكل اهو ما شاء الله. بس الرغيفين دول كنت حطاهم بس للبطايتين اللي جوه، تعالوا بسم الله. وادي هنا البط بتاعنا اهوت، حطيت له الاكل، وادي رغيفين عيش اهو والميه. طبعا انا زودت له الله اعظم العزة لله الله اعظم العزة لله، انا زودت له العلف شويه لان حسيت ان هو بدا هياكل في نفسه كده، وضفره صغنن انا لسه اصله ضفر اللي هو بتاع بوزه المنقار ده، فانا زودت له العلف في الوجبه بتاع النهارده شويه، حطيت له الميه والاكل كده. البط بتاعنا خلاص نقول له بقى ايه ليله سعيده وكل سنه وانت طيب. وادي التربه بتاعتنا العسل شايفين ما شاء الله، حطيت لهم برضو الاكل والميه وكل حاجه والجراوه، بس هاخد بس ايه شويه حشيش كده. ايه نون، هناخد شويه حشيش ندخلهم جوه الاوضه للارانب الصغننه. بس نزيح الميه دي كده، اهو فين اصلا مش باينين مستخبين باين ورا الحاجه. يلا بره بقى، بص هناك اهو، بصوا في واحد صغنون هناك اهو مع اخواتك. بسم الله التانيين فين؟ التانيين اهو بس مستخبيين هنا. يلا ميه وبرسيم، حطيت لهم شويه دشيشه برضه لعل وعسى ان هم يعرفوا ان هم مش هياكلوا، بس ايه بيصعبوا عليا. بس هو يا نون وادي الطيور بتاعتنا ما شاء الله، هم بس خافوا بعدوا بعيد عشان اقف يا نورين، اقف يا نورين على جنب عشان ياكل، عشان نورين بنت سيلفي. يلا تعالوا شوفوا برضه، حطيت برضو للبطاية والذكر المية والاكل وسبتهم هنا اهو ما شاء الله، وهقفل عليهم. يلا ونقول لهم ليلة سعيدة برضو وكل سنة وانتوا طيبين. السنة الجاية كده نشوفكم ايه معاكم، بدل الاتنين اللي انت خرجتهم معاكي مية. وتعالوا شوفوا حاسبي حاسبي يا نورين حاسبي، تعالوا بقى نشوف العسلات دول. بصوا دول بقى انا كنست العشة طبعا وحطيت لهم المية وحطيت لهم الاكل ومسكت، بصوا الرومي طبعا مرضتش اقصقصه، مسكت الفراخ دي كلها قصقصتها ايه
زي ما انتوا شايفين كده. بصوا العشرة دول مسكتهم قصقصتهم كده، وصراحة ما لقيتش مص، وبقيت انتش في الريش كده، قصقصت ريش لان الجو حرر برضه عشان ايه ما يلموش حاجة لا قدر الله يعني كده ولا كده. وحطيت لهم الاكل والمية، ما شاء الله هم اصلا كانوا جعانين، ده كلوا نص العلف وانا واقفة. بصوا دول بقى مزهقني كل شوية، وادي الصغننين بتوعنا ما شاء الله. انا دول حطيت لهم ليمون في الميه، وحطيت لهم العلف. الميه امبارح كانت هنا فغيرت مكان، حسبي يا نورين، حسبي يا نورين عشان ما يطلعوش بره، غيرت مكانها، كانت هنا حطيتها هنا عشان ما ترنخش تحتها، غيرت مكانها حطيتها هنا، والاكل حطيته من الناحيه دي عشان بس المكان ضيق. اهو انت هتعدهم، خليه يقول اللهم بارك. يلا يا نورين يلا بره. دي الكتاكيت بتاعتنا العسليه، حطيت لها الاكل والميه، وحطيت لها ليمون في الميه، وبالف هنا وشفا. ثلاث ايام ورا بعض احط لها ليمون، وابطل يومين وارجع الثلاث ايام اللي بعدهم احط خل ان شاء الله، عشان يبقوا زي العسل كده معانا ويبقوا زي الفل. ده كمان اسبوع العيد اللي هو الاجازه دوت، طبعا احنا بنحب نعمل عصير ليمون بنعناع كتير عشان الجو حر طبعا، فكل ما اعمل شويه اقوم مطلع لهم كوبايه. كل ما اعمل شويه اقوم مطلع للعسلات دول كوبايه. بس وادي دول اهم ما شاء الله، انا حطيت لهم عود واحد بس ايه جراوه بس كده ايه عشان الرومي والفرختين يتسلوا فيه. حطيت لهم الميه واقفل عليهم بقى على كده. يلا لهم ليله سعيده برضو كده ايه، وكل سنه وانتم طيبين. بس وادي بقى طيورنا، بس كده خلصنا. كل سنه وانتم طيبين، وعيد اضحى مبارك عليكم، يا رب ايامكم كلها تكون عيد وسعاده وفرح وسرور كده. اشوفكم فيديو جديد، واتمنى كل اللي داخل جديد على القناه ما ينساش يحط اللايك ويشترك في القناه ويفعل الجرس للكل عشان يوصله كل جديد. وبعتذر بقى عن قصر الفيديو شويه، الوقت بتاعه قليل جدا. بصوا ده بيعمل ايه في قلب الحله وقاعد. طبعا عشان اعذركم طبعا مش هطول قوي جدا، لان طبعا تعرفين بقى الاسبوع بتاع العيد زنقه، وناس داخله وناس خارجه، وفرش وتنظيف ومشويات وتبيح وكده. يلا كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.